السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد. أنا نصر قربي من قناة إنجليش تيوب. في الفيديو السابق نحن تكلمنا على أقوى القواميس اللي ممكن تستعمله، وذكرنا عدة أنواع، واخترنا منها الكامبريدج وشرحنا عليه باختصار. في فيديو اليوم راح أشرح عليه بتوسع شوي، لكن كمان باختصار يعني مشان الواحد يستفيد، وبعدين أنت بيكون عندك معلومات كافية أن أنت شلون تستعمل القاموس وتدخل على المعلومات اللي فيه. مبدئيا في القاموس عندنا هون احنا عدة اختيارات. راح نبدأ بال options. في ال options هون ال font size ممكن تخليه مثلا small medium large على حسب انت الكلمة، حجم الكلام. مثلا هون اذا عملت small راح تلاحظ شو صار، كتير صغير، large يعني medium انا مخليه بأي كويس. sound هون طبعا نشوف مثلا play UK sound automatically، اول ما تحط الكلمة وتعمل انتر فورا بيشتغل الصوت. مثلا انا حطينا هالاختيار، رحنا حطينا مثلا هون كلمة مجرد انك انت ضغطت على انتر فورا بتطلع لك معنى الكلمة وبيطلع اللفظ. مثلا كلمة تانية عملنا find man، يعني دايركت بيطلع اللفظ تبعه. فانت شوف شلون بتحب تخليها، انا بخليها مطفية دائما يعني. تمام. الشغلة الثانية هي study pages. هون study pages هون في شغلات كتير ممكن انت تدرسها، اعتبره كتاب. القاموس هذا اعتبره كتاب للدراسة وللمعلومات، في كتير شغلات مفيدة. مثلا إذا دخلنا على أول شيء، مثلا هون بيحكي على vocabulary, grammar, pronunciation، طبعا على common mistakes. مثلا دخلنا بتلاقي هون مثلا مقدمة تبع common mistakes، شو اللي الأخطاء الشائعة اللي دائما الطلبة، هذا الطلبة حول العالم بيخطئوا فيها. هون مكتوب مثلا the top 10 spelling mistakes، مثلا هدول ال correct spelling، بيعطيك هون مثلا وعم اشر لك ان انت شو الشغلات اللي بخطئوا فيها. مثلا هون الكلمة هاي عادة بيكتبوا مثلا 1C 1M، هون الكلمة مثلا ما بيكتبوا ال N عادة، هي مثلا government، لان انت لما بتنطقها ما بتسمع ال N، فعادة ما بيكتبوها. هون مثلا believe عادة ما بيكتبوا ال I على حسب. فانت هدول شغلات ممكن انت تنتبه لهم. تمام. هون في مثلا شوف انت شو بدك تدرس وبتروح. مثلا هون في الريجولار فيربس، عندك القائمه كلها. لو ما عندك انت كتاب بدل ما تروح على النت وتدور الموجودات كلهم هون، حوالي تقريبا 250 اكثر شوي اقل شوي، هدول الافعال الشاذه كلهم. طبعا هون مثلا infinitive past simple والباست participle. ممكن نروح مثلا على البانكشويشن، هون هدول يعني علامات الترقيم. مثلا امتى تكتب الكابيتال ليتر، بيشرح لك اياها، بحط لك هون مثلا اكزامبل، الفول ستوب، الكويشن مارك، والبقيات كله. مثلا هون مثلا عندك تحت جنرال انفورميشن، يعني مثلا بتشوف شو مثلا الاشياء اللي بدك انت تدرس عليها. عن مثلا عندك هون الموني، ways of paying، بقول لك مثلا باي cash, in cash, by check, by check. طبعا هون UK, US، فالكلمات اللي تستعمل مع الموني. في مثلا شغلات تانية هون، ممكن الشغل الحلو كمان حتى معطيك مثلا writing essays، اذا بدك تكتب انت مثلا مقال او موضوع، ان شلون تكتبه، كتب لك هون قواعد الرايتنج كلها والامثلة، يعني موضوع كامل على كتابة المواضيع والمقالات. فمثل ما قلت الكتاب، القاموس هذا يعتبر كتاب معجم، في كل شيء، يعني معظم الشغلات اللي بدك اياها بتلاقيها هون. في شغلة تانية مثلا هون، اذا كتبنا مثلا ابل طلعت لك الصورة هون، بتضغط عليها مثلا بيطلع لك حتى انواع الفواكه التانية. مثلا بتضغط عليها بيطلع لك المربع تبعها باللفظ peach. تمام. عدة انواع طبعا من الفواكه. اذا جينا مثلا
مثلا جينز كلوذز كمان نفس الشيء اللي بتحط عليها بتسمع النطق تبعها بعدين shorts. وبتختار الانواع على حسب ما بدك انت. اخر شيء حاب احكي عليه هو الاكسرسايزز. هون انت مثلا عم تدرس عندك جرامر فيكابلوري بيكتشرز اكزام براكتس. اذا بدك تتدرب مثلا في عندك شويه تمارين على مثلا مودل فيربس كمان مثلا اختيارات بتختار بعدين بتعمل تشيك انسر شو انسر مثلا هون الاكزام براكتس على الاف سي اي الايلتس مثلا بتدخل على الريدنج ريدنج 1 تلاقي مثلا مقال هون بتقراه بعدين بتجاوب الاسئله وبتعمل تشيك انسر. فهذا كتاب يعني شامل لكل شيء بتحسم تخليه مرجع لإلك في القواعد في الترجمة في شغلات كتير. فأنت بعدين بقى بتشوف أنت بتفتش في القاموس وبتشوف شو الشغلات المفيدة اللي فيه وبتحاول أنت تستعمله. هذا يعني أنا حبيت أحكي كمان تفاصيل أكتر على القاموس لأنه فعلا قاموس بيفيدك في شغلات كتير. وأتمنى تكون استفدت من المعلومات. وإذا في أي سؤال على أي شيء مثلا في القاموس أو على أي شيء تاني مثلا اكتب لي في التعليق وإن شاء الله أنا في أقرب وقت راح أرد عليك. وأتمنى الجميع يكون استفاد. السلام عليكم ورحمة الله.